للمزيد حول أداء أسواق المال والأسهم والملاذات الاستثمارية الآمنة في ظل جنون أسعار الطاقة وهوس قفزات معدلات الفائدة، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان المحلل المالي والاقتصادي السيد سركيس نزار. سيد نزار، إلى أين تتجه برأيك أسعار الغاز العالمية في ظل وعيد روسيا بقطع إمداداتها ردا على خطوة لتحديد سعر الإمدادات الروسية، خاصة وأن الأزمة تتفاقم في أوروبا رغم إجراءات الحيطة التي تنفذها دول الاتحاد قبل فصل الشتاء؟ نهاركم سعيد. شهدنا ارتفاعات كبيرة جدا بالأسعار خلال الفترة الماضية مع التوترات الجيوسياسية وقطع روسيا الإمدادات، لتصل أسعار الغاز الطبيعي والطاقة بشكل عام إلى مستويات مرتفعة جدا غير مريحة للمستهلكين، مما أجبر بعض الحكومات والتي منها أيضا الولايات المتحدة للمطالبة لوضع حدود وسقف سعري لأدوات الطاقة التي تصدرها روسيا. حاليا لم يتم اتخاذ هذا القرار بشكل قاطع ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع، وبالتالي شهدنا تداولات أسعار الغاز في مستويات مرتفعة جدا مع اقترابنا بالفعل من فصل الشتاء الذي يزيد الطلب خلاله في العادة على الغاز، خصوصا من أوروبا التي تعتمد وبشكل كبير جدا على الطاقة المصدرة من روسيا. الآن في حال تنفيذ هذا القرار ربما سوف نشهد بعض التراجع في أسعار الغاز وأسعار الطاقة، لكن بشكل عام أسعار الغاز على وجه الخصوص ربما ستبقى ضمن مستوياتها المرتفعة جدا. شهدنا وصول الأسعار إلى 10 دولارات قبل فترة ليست ببعيدة، وهذا دلالة على توقعات استمرار نقص المعروض في الأسواق الأوروبية، وهذا الأمر قد يبقي أيضا على الأسعار في مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، طبعا ما لم نشهد تدخلات سياسية مباشرة من أجل خفض الأسعار. وكما قلت لكم سابقا، إذا اتخذت هذه الخطوة بوضع سقوط سعرية فعلية لصادرات روسيا من الطاقة والتي منها الغاز، هنا ربما قد نشهد بعض الهدوء في الأسعار، لكن يجب أن أشير إلى أن مثل هذه الخطوة قد يدفعها تزايد في التوترات السياسية عالميا. نعم، إذن لماذا لا يتم تفادي تقلبات أسعار النفط والغاز بإلغاء تداولهم العام في الأسواق واقتصار تداولها على الحكومات؟ هل هذا ممكن عمليا؟ الآن هذه واحدة من الأفكار والتي ليست فكرة جديدة، بل شهدناها سابقا عندما ارتفعت أسعار النفط في أعوام 2008 إلى مستويات قياسية، حيث تم دراسة هذا الموضوع. الآن عندما نتحدث عن إلغاء التداول، هنا نتحدث عن إلغاء أوراق مالية تشمل العقود الآجلة، العقود المستقبلية، عقود الخيار، وأيضا عقود CFDs، وهذه العقود التي يتم تداولها في الأسواق المالية العالمية. هذه العقود قيمتها بتريليونات الدولارات، فإذا تم إلغاء التداول هنا سوف يتم تجميد تريليونات من الدولارات في العالم. وعندما نعود بالذاكرة إلى عام 2008 سوف نلاحظ بأن المشتقات المالية وتحديدا المشتقات المرتبطة بالرهن العقاري كانت أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية عام 2008. فإذا تم تطبيق حظر التداول وحظر المضاربة أو الاستثمار الفردي أو من الشركات على النفط على الغاز وغيره من الأدوات، هنا نتكلم عن محو التريليونات من الدولارات، فسوف نكون أمام أزمة مالية تفوق بأضعاف المشاكل التي سببتها أزمة 2008. باعتقادي الشخصي حظر التداول قد يكون أمر صعب جدا، بل شبه مستحيل تطبيقه، لأننا نتحدث عن نظام اقتصادي عالمي. عندما نتحدث عن الأسواق المالية العالمية نحن نتحدث عن أكثر من 6 تريليون دولار يتم تداولها يوميا، فإذا اختل هذا النظام الذي يتغلغل إلى النظام المصرفي العالمي، هنا سوف نكون في أزمة مالية حقيقية قد يدفعها انهيار اقتصادي عالمي. فنظريا هي فكرة ممتازة، لكن تطبيقها قد يكون صعب جدا بل وخطير. طيب سيد نزار، البورصات العربية والخليجية سجلت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادة الفائدة، هل ستستمر موجة الإقبال على الاستثمار في الدولار والسندات على حساب سوق الأسهم؟ الآن عندما ننظر إلى
توقعات أسعار الفائدة في أغلب البنوك المركزية في العالم سوف نشهد بأنها تتوجه لتوقع رفع الفائدة. اليوم كان آخر قرار من بنك من البنوك المركزية وهو الاحتياطي الأسترالي الذي رفع الفائدة 50 نقطة أساس. نحن ننتظر أيضا غدا الأربعاء رفع الفائدة من بنك كندا المركزي 75 نقطة أساس. كذلك الأمر من أوروبا سنشهد رفع الفائدة على الأرجح ب 75 نقطة أساس يوم الخميس. هذا كله يدفعه ارتفاع في العوائد المطلوبة على السندات. عندما يقارن المستثمرون ما بين أسواق الأسهم وأسواق السندات في الوقت الراهن قد يفضلون الدولار، قد يفضلون النقد والودائع، قد يفضلون السندات التي ارتفعت عوائدها، لكن باعتقادي على المدى الأبعد قليلا سيبدأ المستثمرون بملاحظة أن عوائد السندات قد لا تكون كافية لتغطية الانخفاض في القدرة الشرائية للنقد. بالتالي أعتقد بأن الحالة الحالية التي تشهدها أسواق الأسهم هي حالة مؤقتة تابعة لعدة أسباب، والتي منها توقعات رفع الفائدة، حقيقة أن الاقتصاد العالمي دخل باعتقادي بالفعل في حالة شبيهة جدا بالركود التضخمي، لكن على المدى الأبعد لا يوجد غنى عن حركة في أسواق الأسهم والتي تعتبر أحد الأصول الأساسية في اقتصاد العالم، والتي أيضا تعتبر أحد الظروف الاستثمارية التي قد يراها العديد من المستثمرين. نعم. هي الخيار الأنسب. إذن برأيك يعني ما هي أبرز الاستثمارات التي سيكون لها الغلبة خلال المرحلة الراهنة في ظل تنام القلق بشأن التضخم والركود؟ عندما نتحدث عن التضخم، عندما نتحدث عن توقعات رفع الفائدة، بداية كما أشرت لحضراتكم نحن نتحدث عن الودائع المصرفية، نحن نتحدث أيضا عن أدوات الدين الثابت مثل السندات، لكن على المدى الأبعد عندما يلاحظ المستثمرون بأن العوائد قد لا تغطي ارتفاعات التضخم فهنا قد نشهد عودة مباشرة إلى أسواق الأسهم وأسواق السلع التي قد توفر الكثير من الفرص الاستثمارية للمستثمرين والصناديق الاستثمارية في العالم. بالتالي باعتقادي بأن الفرص ما زالت متواجدة في أسواق الأسهم. عندما نتحدث عن هبوط في أسواق الأسهم فنحن نتحدث عن مؤشرات. إذا نظرنا إلى أي بورصة في العالم، حتى في أسواقنا العربية، في أسواق دول الخليج، في أيضا جميع مناطق العالم، سوف نلاحظ بأن هنالك أسهما ترتفع بين حين وآخر. هذه الأسهم قد تجذب المستثمرين أيضا، فهنالك قطاعات قد تتضرر من رفع الفائدة، لكن هنالك قطاعات أخرى اقتصاديا تستفيد من رفع الفائدة. من هذه القطاعات القطاعات المصرفية، فعندما يتم رفع الفائدة نجد بأن ربحية البنوك بالنسبة لعمليات الإقراض والاقتراض والإيداعات تكون إيجابية بالنسبة للبنوك على المدى القصير عندما يتم رفع الفائدة. بالتالي الفرص متواجدة، وباعتقادي سيعود المستثمرون للإقبال أكثر فأكثر إلى أسواق الأسهم وإلى قطاعات قد تستفيد أولا من ارتفاع معدلات التضخم وأيضا من توقعات إذن رفع الفائدة. نعم. إذن نزار، إذن سيد نزار، ما هي أهم القطاعات التي تشجعها في الاستثمار في البورصة تحديدا؟ الآن إذا تحدثنا على الاستثمارات طويلة الأمد، أتحدث هنا عن أين يتوجه العالم. يتوجه إلى التطور التكنولوجي، يتوجه إلى الطاقة النظيفة، شركات التطور التكنولوجي وأيضا تكنولوجيا الطاقة الخضراء وما يسموه الطاقة النظيفة قد تكون ذات مستقبل واعد. هنا أعتقد بأننا سنشهد موجات قادمة من الارتفاعات على شركات قد تعتمد هذه التقنيات أو تستخدم هذه التقنيات للتشغيل. هنا أذكر على سبيل المثال للحصر أمازون، جوجل وغيرها من بعض الشركات الكبرى في الولايات المتحدة تستخدم بشكل كبير جدا الطاقة النظيفة من أجل تشغيل عملياتها الداخلية وأيضا الخارجية. مثل هذه الشركات قد تستفيد لاحقا، ونلاحظ أن مثل هذه الشركات لم تتأثر كثيرا بارتفاع أسعار الطاقة مقارنة بشركات تعتمد كليا على الطاقة الأحفورية. بالتالي باعتقادي أولا قطاعات الطاقة النظيفة، ثانيا قطاعات التطورات التكنولوجية، وإذا انتقلنا على المدى القصير قد تكون شركات القطاع المصرفي أو بعض شركات القطاع المصرفي هي توجه لعديد من المستثمرين. نعم سيد نزار، يعني هل هناك عملات غير الدولار يمكن أن تحقق مكاسب مستفيدة
من التقلبات الشديدة لسوق الفوركس، بمعنى يعني ما هي أبرز العملات التي يمكن الاستثمار فيها؟ نعم، هنا نتحدث عن سوق الفوركس أو سوق تداول العملات الأجنبية. حتى أوضح لأعزائنا المشاهدين ماذا يعني سوق تداول العملات الأجنبية، هو سوق يعتمد على نوع من العقود يسمى CFDs أو عقود الفروقات. هذه العقود تسمح للمستثمرين والمتداولين المضاربة على جزئين من هذا العقد. هنالك ما يسمى العملة الأساس والعملة المقابلة، فلا يمكن التداول في الدولار لوحده، بل يجب أن يكون الدولار مقارن بعملة أخرى. ومن مميز السوق تداول العملات الأجنبية إمكانية العمل بواسطة البيع على المكشوف. البيع على المكشوف هو الاستفادة عندما تنخفض الأسعار. بالتالي الفرص باعتقادي لا نهائية في سوق تداول العملات الأجنبية أو الفوركس، لهذا لأنه يستخدم ما يسمى بعقود الفروقات. لكن إذا تحدثنا عن عملات قد ترتفع خلال الفترة المقبلة، فباعتقادي يجب الانتباه إلى العملات التي تنخفض، والتي منها الين الياباني الذي وصل أدنى مستويات له منذ أكثر من 24 عاما، يعني من تسعينات القرن الماضي. إذا نظرنا إلى عملات تقابل الين الياباني، أذكر هنا الفيزو المكسيكي، أذكر الكرونر السويدي وغيرها من بعض العملات الدول الناشئة، هذه العملات ترتفع، قد ترتفع أيضا بشكل كبير أمام الين الياباني. فبالتالي بما أننا نتحدث عن استثمارات في سوق الفوركس، إذا نحن نتحدث عن أزواج العملات، عملة مقابل أخرى، وذكرت لكم بعض العملات التي قد ترتفع أمام الين الياباني خلال الفترة المقبلة، طبعا ما لم يحصل تغييرات. لكن أود الإشارة إلى موضوع مهم جدا عندما نتحدث عن سوق الفوركس، وهو الرافعة المالية. يجب على كل من يتداول في سوق العملات الأجنبية الفوركس أن يتعلم أصول الرافعة المالية، أن يتعلم أصول كيفية استخدام الهامش، لأن سوق تداول العملات الأجنبية فيه مخاطرة مرتفعة، يجب أن يتعلم المستثمر التعامل معها قبل دخول هذه الاستثمارات بسبب الرافعة المالية. نعم، إذن لماذا لا تزيد أسعار الذهب بنفس وتيرة السلع الأخرى التي قفزت أسعارها مع تفاقم أزمة التضخم عالميا؟ نعم، الآن بالنسبة لأسعار الذهب، هذا السؤال يطرح كثيرا، بما أنها معدلات التضخم مرتفعة جدا، بما أن الاقتصاد العالمي يتوجه إلى الركود، فلماذا لا ترتفع أسعار الذهب؟ في الحقيقة أسعار الذهب انخفضت خلال الأشهر الماضية لعدة أسباب، أولها الارتفاع الهائل الذي شهده الدولار الأمريكي مقابل سلة العملات الرئيسية. الدولار الأمريكي وصل أعلى مستوياته منذ نحو 20 عاما. الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة، البنك المركزي الأوروبي فاجأنا مؤخرا بتغير سياساته لرفع الفائدة، بنك إنجلترا وكذلك حتى البنك الوطني السويسري، نلاحظ بأن البنوك المركزية تتوجه لرفع الفائدة. الذهب يتأثر سلبا برفع الفائدة، هذا أولا. ثانيا، الذهب أيضا يتأثر سلبا بالارتفاع في الدولار الأمريكي. هذان العاملان الأساسيان هما اللذان ضغطا على أسعار الذهب لتنخفض، بعد أن كانت قد ارتفعت في بداية التوترات الجيوسياسية الروسية الأوكرانية لتلامس مستويات حول 2070 دولار للأونصة. لكن خلال الفترة الماضية شهدنا تداول أسعار الذهب ما دون 1700 دولار للأونصة. هنالك عامل أخير أود الإشارة له، هو الذي أضعف من ارتفاعات أسعار الذهب. هنالك من يعتقد بأن معدلات التضخم العالمية قريبة من ذروتها، وبما أن الذهب غطاء ضد التضخم وتحوط ضد التضخم، يعتقد البعض بأن التضخم ربما سيبدأ بالانخفاض خلال الفترة المقبلة، وهذا أيضا أضر في المعدن الثمين. وأخيرا انخفاض الطلب الصناعي واستخدام الذهب كحلي ومجوهرة. نعم سيد النزار، يعني هل ترى في الودائع البنكية ملاذا آمنا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتجنبا لأي خسائر قد تنجم عن ضبابية الوضع الاقتصادي إقليميا ودوليا؟ يجب أن أقسم هذه الإجابة إلى جزئان اثنان. إذا تحدثنا هي ملاذ آمن للنقد فنعم، عندما نتحدث عن الودائع المصرفية أو البنكية والسندات هي ملاذ آمن للنقد، لكن إذا تحدثنا عن المال
هنا لا أعتبر شخصيا الودائع المصرفية أو السندات أو أدوات العائد الثابت هي ملاذ آمن. التضخم في العالم ارتفع لمستويات لم نشهدها منذ نحو 40 عام مثلا في الولايات المتحدة. إذا تحدثت في تركيا على سبيل المثال أكثر من 80% ارتفاع معدلات التضخم. طيب عندما ترتفع معدلات التضخم إذن تنخفض القدرة الشرائية للنقد، ومهما كانت الفوائد المصرفية، مهما كانت أيضا العوائد على السندات كانت عوائد اسمية أو عوائد سوقية، كلها لن تكفي لتغطية الانخفاض في القدرة الشرائية للنقد. بالتالي إذا تحدثنا هي غطاء وتحوط للنقد، فنعم هي تدر عائد لكن للمال، فقد تنخفض القيمة النقدية للمال مع استمرار ارتفاع التضخم. نعم سيد نزار، يعني في ظل التقلبات الراهنة، هل السلوك المضارب والاستثمار قصير الأجل سيغلب على التداول في الأسواق، وهل هذا مفيد؟ بالفعل ألاحظ مؤخرا توجه العديد من المستثمرين الذين اعتدت أن أراهم يتداولون في على المدى المتوسط والطويل، وقد بدأوا في الاستثمار على شكل مضاربات على المدى القصير. هذا بفعل التقلب الكبير في الأسواق المالية. فنعم الظروف الاقتصادية الراهنة، التقلب الكبير في أسعار السلع المتداولة قد تجذب العديد من المستثمرين لتداولات على الأنظمة الزمنية قصيرة الأمد، وهي ما ندعوها في المضاربة. لكن يجب أن أشير للضرورة بأن المضاربة تعتبر نسبيا مخاطرتها أعلى من الاستثمارات طويلة الأجل، لأن عندما نتحدث عن المضاربة فالمضاربة هي مراكز مالية عديدة، دخول وخروج عدة مرات في الأسواق المالية، فبالتالي قد يكون هنالك ارتفاع أيضا في المقابل في المخاطرة المترتبة على هذه المضاربة. نعم سيد نزار، يعني هل ترى أن اتجاه بعض الدول مثل مصر إدراج بعض الشركات الحكومية في البورصة؟ الآن العديد من الدول تتوجه لمثل هذه الإجراءات. لا أريد أن أتحدث عن دولة بالذات، لكن هنالك العديد من الدول في العالم تحاول أن تشارك العامة من المستثمرين في هذه الشركات. هذه تعتبر نوع من أنواع التمويل، هذا أيضا يعتبر نوع من أنواع زيادة القدرات التشغيلية للشركات من خلال استخدام الخبرات لدى المجتمع من المستثمرين. فباعتقادي هذه الحالة مألوفة في الأسواق المالية أو في العالم كله، وقد شهدنا العديد من هذه الأمثلة من حولنا في المنطقة وكذلك على مستوى العالم كله. نعم القاعدة الاستثمارية تقول احصل على فرصة استثمارية وابدأ، ما هي الاستراتيجية لتطبيق هذه القاعدة؟ نعم النقطة الأولى هي تحديد الهدف. يجب أن يسأل كل شخص ماذا أريد أن أحقق من استثماري، ماذا أريد أن يكون العائد، هذه النقطة الأولى، ومن ثم تحديد الخيارات من أجل تحقيق هذا الهدف. ثالثا يجب بالضرورة أن يتم احتساب المخاطرة لكل خيار من الخيارات الاستثمارية، فكلما ارتفع العائد يرتفع هنا أيضا في العادة المخاطرة، ومن ثم يجب مقارنة هذه الحقائق معا كنقطة بداية وانطلاق للاستثمارات. لكن يجب الاهتمام بالضرورة إلى سهولة الحصول على هذه المعلومات وسهولة الحصول أيضا على بيانات مالية، بيانات أساسية لشركات لاستثمارات أخرى في سلع، فقد تكون بعض الشركات من الصعب الحصول على بياناتها المالية أو أنها تتأخر نسبيا. وبعد هذه النقطة يجب النظر في سهولة التسييل لهذا الاستثمار، فهنالك استثمارات قد تكون جيدة لكن من الصعب جدا أن يتم تسييل هذا الاستثمار وإعادته لنقد، فهذه النقطة يجب أخذها أيضا بعين الاعتبار. ثم التكلفة الحقيقية للاستثمار، فهنالك بعض الاستثمارات قد تبدو جيدة لأن بعض المستثمرين لا يقومون بحسابات صحيحة للتكاليف الحقيقية، فبعض الاستثمارات سوف تحتاج إلى تكاليف جانبية، تكاليف تشغيلية، وربما أيضا تغير في التكاليف، هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. نعم. والنقطة الأخيرة المهمة، يجب أن يتم التحقق القانوني لهذا الاستثمار، فالاستثمارات أصبحت الآن متاحة عالميا ومن السهل إيجاد العديد من الاستثمارات، لكن يجب البحث أيضا في القوانين الداخلية لدولة المستثمر، هل تسمح بهذا الاستثمار أم لا،
فهذه النقاط الأساسية هي ما أعتقد بأنها تكون مطلوبة. أشكرك المحلل المالي والاقتصاد السيد سركيس نزار، كنت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.